هنبدأ دلوقتي نشرح حاجة اسمها البيزل جانجليا، اللي هي بدايتنا أصلا الاسم خاطئ، المفروض يبقى اسمها بيزل نيوكلياي، لأن هنتكلم على كولكشن أوف نيرف سيلز إنسايد السينس، فما يصحش نقول جانجليا وهي إنسايد السينس، المفروض نسميها نيوكلياي. إيه بقى البيزل نيوكلياي أو بيزل جانجليا؟ عبارة عن أربعة أنوية، واحدة اسمها كوديت، واحدة اسمها لينتيفورم، واللينتيفورم جزئين، جزء شاحب اسمه جلوبس باليدس، جلوب يعني تجمع أو كتلة، وجزء غامق دارك اسمه بيوثمن. النواة الثالثة اسمها كلوستر وغير معروفة الوظيفة، آخر واحدة الأميجدالايد أو الأميجدالة، آخر نواة. فالأربعة أنوية دي كان شرحناها قبل كده بصورة أو أخرى. أول نواة لما يتكلم عنها اللي هي اسمها كوديت نيوكليس. كوديت نيوكليس شكلها كده، كودا يعني كوما شيب زي الكوما، نواة بيبقى زي شكلها زي الكوما، ليها تيل، كودا يعني ديل، ليها جزء اسمه الهيد ثم البادي ثم التيل. ديل النواة دي بيشبك في نواة تانية من البيزل جانجليا اللي اسمها أميجدالايد أو أميجدالة، دي الأميجدالايد أو الأميجدالة. لاحظ حاجة بقى، إن أنا في عندي قلنا قبل كده إن في عندي حاجة اسمها لاترال فنتكل اللي هو الفراغ ده، وكنا قلنا إن اللاترال فنتكل ليه حاجة اسمها انتيرو هور اللي هو ده بحرف الـ A، بادي، بوستيرو هور، انفيرو هورن. هتلاحظ علاقته إيه بالكوديت نيوكليس، دي علاقة سبيشال ريليشن، إن الانتيرو هورن كده علاقته إيه؟ يعتبر أباف الهيد اوف كوديت، البادي فوق البادي، التيل اباف الانفيرو هورن. وخلي بالك الاميجدالايد نيوكليس بتبقى جاست اباف اند ان فرونت سلايتلي ان فرونت الانفيرو هورن اوف لاتر فنتك، يعني كده المفروض اميجدالايد. الريليشن دي مهمه جدا، ريليشن بتوين بادي اوف كوديت نيوكليس عموما اند لاترال فنتك، سواء انتيرو هورن او بادي او بوستيرو هورن او انفيرو هورن. هو ملوش كده علاقه بالبوستيرو هورن، شغله كله على anterior horn, body and inferior horn اللي هي الكوما شيب. نبص بقى الرسمه الثانيه، اهي دي اللي احنا قلنا اسمها الكوديت نيوكليس، اهي ده الهيد، ده البادي، واللي نزل ده تحت ده التيل، شبك لي في نواه اسمها الاميجدالايد، دي الاميجدالايد نيوكليس. هتلاحظ حاجه ان الهيد في كوديت نيوكليس بيتحد مع اللينتيفور نيوكليس، جزء منها بيتحد، بس ازاي يتحد بقى؟ عشان دي حاجه مهمه، عايز ابص بقى على الصوره دي عشان افهم حكايه اليونين او الاتحاد بينهم. الصورة دي بقى ايه؟ دي الكوديت نيوكليس، ده الهيد، ده البادي، وده اللي تحت ده خالص ده التيل، والتيل شبك في النواة اللي اسمها اميجدالايد، دي النواة اللي اسمها الانتيفورم. خلي بالك بقى، هعمل ايدي دي كأنها الكوديت نيوكليس، ده الهيد وده البادي وده بقى التيل، والنواة اللي اسمها الانتيفورم عاملة كده، الاتنين مع بعض يروحوا يشبكوا مع بعض في جزء معين، مش ماسكين على بعض في الآخر، لا ماسكين جزء معين كده، وبينهم بعض في فاصل فوق، يعني لما اجي اعمل سيكشن مكان ما عملوا فيوجن يبان انهم متصلين، لكن لو انا عملت سيكشن فوق في الفراغ ده هيبان ان في سبيس بينهم، يعني هم متصلين جاست بيلو، لكن في الحته اللي فوق بينهم سبيس، يبقى دي هيد اوف كوديت وادي اللي هي الانتيفورم اشبكوا مع بعض تحت، في منهم سبيس فوق. فلما دايما احنا بنعمل سيكشن بنعمل سيكشن فين؟ في الجزء الاعلى، يبان لك ان الهيد اوف كوديت منفصل عن الانتيفورم، هما فيوزد جاست بيلو، واتحادهم تحت الجزء اللي بيتحدوا فيه تحت بيبقى تحتيه البرين تيشو اصلا مفتوح، مفتوح ايه؟ مثقوب بحاجه اسمها سنترال برانشز، فيسموا الجزء ده انتيريور بيرفيز سبستنس، يعني ان الهيد اوف كوديت مع الانتيفورم هيعملوا فيوجن مع بعض، والاريا اللي تحتهم اسمها انتيريور بيرفيز سبستنس. اهميه الكلام ده ايه؟ الارترز، في ارترز بتعمل بيرفريشن للانتيريور بيرفيز سبستنس، تعمل بيرسينج عشان تصبر الحتتين دول على بعض. مين الارتري ده؟ اللي اسمه انتيرو سيريبر اللي احنا قلناها قبل كده. فالانتيرو سيريبر ارتري بيعمل بيرسينج للانتيرو بيرفيس سبستنس من تحت عشان يسبلاي الكوديت نيوكليس الهيد اوف كوديت مع الانتيفور نيوكليس. عشان كده هم عملوا فيوجن تو جيت بلاد سبلاي. بس هم بعد كده يبقوا سيبرت عن بعض. نبص بقى في الرسمه اللي هي دي السكشن اللي هو ترانسفيرس سكشن، اللي فوق دي الهيد اوف كوديت، وهنا واضحه الانتيفورم هي المثلث ده او اللي شكلها زي العدسه، وان هم هنا واضح ان هم سيبريتد، واللي فاصل بينهم ده اللي احنا قلنا قبل كده اللي اسمه انتيرو ليمب بتاع الانترنال كبسول. طيب بص لي بقى كده على الفيو ده اللي احنا قلنا تكرار لعلاقه الكوديت نيوكليس مع اللاترال فنتكل، اهي دي اللي احنا قلنا ايه؟ الهيد اوف كوديت والانتيفورم مفصولين بحاجه اسمها انتيرو ليمب. هنا بقى في الرسمه دي الانتيفورم نيوكليس لينت يعني زي العدسه، بيبقى ليه اجزاء، الجزء اللاترال بيبقى دارك بيسموه ده على بعضه، ده على بعضه كده اسمه بيوتامين، دارك اند لارج اند لاترال. اما الجزء الميديال بيبقى بيل شاحب،
اسمه جلوبس باليدس. بالمناسبه مين اللي هيكون اقرب للكوديت نيوكلياس؟ اللاترال ده هيكون اقرب. بمعنى لما هيحصل فيوجن، لو تخيلت بقى ان انا هم عم بيعملوا فيوجن تحت وبعد كده بعدوا عن بعض، هتخيل ان مفيش انترنال كبسول هم عاملين فيوجن. لما بيحصل فيوجن الجزء ده هو اللي بيشبك مع ده. يعني ايه؟ يعني الجزء الدارك اللارج لاترال هو اللي بيتحد مع الهيد اوف كوديت، البيل السمول ده بيبقى بعيد. يبقى الفيوجن ما بين مين؟ ما بين الهيد اوف كوديت مع الدارك لارج لاترال بارت. انا ده المكان اللي بيحصل بيه فيوجن، بس احنا قلنا الفيوجن ده بيبقى تحت قوي. انا قطعت فوق فباين لك ان الاثنين منفصلين عن بعض، باين البيوتنين مفصول عن الهيد اوف كوديت. خلاص يبقى دي كده حاجه مهمه لينا كريليشن. نبص بقى على الرسمه دي، تكرار اللي احنا قلناه. هنا مكان الهيد اوف كوديت اهي، هي دي كده هنا، وده اللينتيفورم نيوكليس، هي الجزء ده اللي اسمه بيوتنين الغامق، وده اللي اسمه جلوبس بايدس، واللي بينهم ده الانترنال كبسول. هتلاحظ حاجه بقى، الانترنال كبسول ده الانتيريو لمب، البوستيريو لمب يفصل مين؟ يفصل الانتيفورم عن الثالامس اهي، ده البوستيريو لمب. والجينو هي النقطه دي، النواه اللي فاضله من البيزا نيوكلياي اللي اسمها كلوسترام اللي بشار عليها، هي دي حرف السي دي الكلوسترام. علاقتها ايه بالانتيفورم؟ تعتبر لاترال ليها. كنا احنا قلنا قبل كده ان السريبرم بيبقى يعمل انفولدنج، يدخل لجوه وجزء منه يتعزل عن بقيه البرين، يسموا الجزء المعزول ده انسولا، جاي من انسليشن او انسولا لوب او ايلاند بريل. يبقى ده يبقى ترتيب الحاجات ايه عندك؟ ده ثلمس، ودي الانتيفورم نيوكليس، وده حرف السي كلوسترام، واللي هنا دي انسولا. الاربع حاجات دي هتلاقي هنا في سبيسز بينهم، السبيس ده اسمه انترنال كبسول ما بين مين؟ لينتيفورم اند ثلمس. وفي سبيس صغير ما بين الكلوسترام اللي هي واحده من البيزا نيوكلياي اللي مش عارفين بالظبط وظيفتها ايه، اند لينتيفورم، اسميه اكسترنال كبسول. الاكسات دي خلي بالك، دي الاكسات الكبيره انترنال كبسول، والصغيره دي اكسترنال كبسول. فيقول لك ذا لينتيفورم نيوكلياس از كابسوليتد، ليها تو سيرفيسز والاثنين كونفكس. السيرفيس الاوتر او اللاترال ليه علاقه بالاكسترنال كبسول، فصله عن الكلوسترام خط. اما السيرفيس الميديال بيبقى باي كونفكس او جزئين، بيبقى ليه علاقه بالجزئين بتوع الانترنال كبسول، سواء انتيريو لمب او بوستيريو لمب، فاصلينه عن هيد اوف كوديت او فاصلينه عن الثالامس. فيبقى اللينتيفورم از كابسوليتد نيوكليس. طب في بقى عندي كبسول ثانيه اللي هي ايه؟ الفراغ ده بقى، الفراغ ده اللي ما بين كلوسترام والانسولا، اسمه اكستريم كبسول. يعني هو ذا موست لاتر، دايما اكستريمز يعني الاخر اقصى حاجه، اكستريمز اوف ايج اللي هم ادنى واقصى العمر، اطفال صغيرين قوي وكبار في السن، ادفانسد ايج الالدرلي. فدي اسمها اكستريم كبسول. فانت عندك هنا 3 كبسولز. يبقى دي كده هي قلنا ايه؟ اللينت فور. طبعا عايزين نشوف حاجه كده بالنسبه للنواه اللي اسمها اميجدالايد، اللي هي دي اميجدالايد. قلنا دي موجوده فين؟ قلنا موجوده ان فرونت تيب اوف انفير هورن اوف لاترال فنتركل. لو عايز اعرف الجزء اللي هيغطيها من السيريبرم اسمه ايه؟ هو اللي بحرف اليو اللي اسمه انكس. ودي علاقه ليه علاقه بالسميل، وليه علاقه بالسيكشوال اكتيفيتي والسيكشوال بيهيفير. لما لقوا ناس ان اتدمرت عندهم الاميجدالويد نيوكليس اللي بيعمل لها سبلاي انتيرو كورويدال، بيبقى الناس دول بيجي لهم فقدان او مشاكل ترابلز في السميل، مش قضيه بس ترابلز، يجي لهم مشاكل سيكشوال بيهيفير، بيبقى عندهم اجريسيف اتيتيود. ولو بعض كتير قوي من الناس اللي بيحصل لهم دامج في الاميجدالايد بيرتكبوا الكرايم اللي اسمها الريب، الاغتصاب. يبقى الاميجدالايد بيعمل حاجه اسمها مسؤول عن سيكشوال بيهيفير، الريب من ضمن اسباب الريب حاجه اورجانيك حاجه مش نفسيه، ان دامج اوف اميجدالايد نيوكليس، والانسان بيبقى ساعتها اجريسيف وعنده فقدان كمان للمشاكل في ترابلز في السمال. الفايبرز اللي بتطلع من الاميجدالايد يسموها سترايا تيرمينالز، دي اللي سمعناها قبل كده، الايفرنت اللي خارجه من الاميجدالايد بتمشي على التيل اوف كوديت، وبعدين نكمل كده تمشي تحت البادي في كوديت، وبعدين تكمل اخر، وبعدين تكمل كده حول تمشي تحت البادي في كوديت، دي اللي اسمها سترايا تيرمينالز. اللي سمعناها فين؟ لما شرحنا الثالامس، ده ثالامس وده ثالامس قبل كده، كنا قلنا الثالامس فوقيه الكوديت نيكلس، ادي كوديت نيكلس او ده كانه البادي، بين الاثنين ومن بعض في فايبرز اسمها سترايا تيرمينالز. السترايا تيرمينالز دي هي الفايبرز دي، هي الايفرند اللي خارجه من اميجدالويد نيوكليس، هتمشي هنا ما بين كوديت نيوكليس اند ثالامس. يعني لو انا تخيلت المكان ده مين؟ جواه هنا الثالامس. يبقى انا كسترايا تيرمينالز علاقة ايه بالثالامس؟ اللي بحرف التي اباف الثالامس، اي فعلا اباف، بين الثالامس وبين البادي اوف كوديت نيوكليس.
طب البيزل نيوكلاي اللي احنا قلناها من شويه دي قلنا بنقسم الهيد اوف كودييت مع الكورب مع البلينت فورم قلنا كوربا ستريتم، كنا قلنا بلس سبلاي بتاعها ايه؟ قلنا الانتيرو بارت من الكوربس ستريتم بيبقى سبلايد هو والانتيرو بارت من الانترنال لمب بالارتر اسمه انتيرو سيريبرال، بقيه الكوربس ستريتم اللي هو ده مع ده بيبقى سبلايد بالميدل سيريبرال ارتري. قلنا التيل اوف كوديت نيوكليس مع الاميجدالايد بيبقى سبلايد باي انتيرو كورويدال. طب ايه وظيفه البيزل جانجليا؟ ببساطه جدا واحده من المين اكسترا بيراميدال سنترز، ومن ضمن وظائفها الحاجه المهمه ان فيها نوعين من الترانسميترز والنوعين دول عكس بعض انتاجونست. واحد من الترانسميتر كيميكال ترانسميتر اسمه اسيتايل كولين وده اكسايتاتوري ترانسميتر، والترانسميتر الاخر اسمه الدوبامين وده انهبيتوري ترانسميتر. طب ايه الحاجه المهمه؟ ان في بعض الناس لما يكبروا في السن يبدا يحصل لهم دامج في الفايبرز اللي بتصنع الدوبامين، فالدوبامينرجيك فايبرز دي تتدمر تقل فيحصل ايه؟ تقل الدوبامين، كميه الدوبامين ده اصلا انهبيتوري، فيفضل الانسان عايش بس باكسيتاتوري ترانسميتر، هيبقى عنده الترانسميشن بتاع الامبلس سريع، فيجي له ايه؟ ترانسميشن سريع يؤدي الى سبازم في العضلات، فعضلاته تبقى مشدوده وفي اسباستيك، بس في نفس الوقت في عنده تريمرز رعشه، الرعشه دي تجي له وايده ثابته جنبه، يسموها ستاتيك تريمرز. ستاتيك يعني ايه؟ رعشه بتظهر له وهو قاعد ثابت، لو ايده اتحركت تختفي. المرض المشهور اللي بيبقى فيه لوس اوف دوبامينرجيك نيورونز وبريفلنس او بقاء او دوميننس للاستايلكولين اسمه باركنسونيزم، اللي هو ده الشلل الرعاش. سموه ليه شلل؟ المريض ما بيعرفش يتحرك فيسموه باراليسيس، ومعاه رعشه في ايده اجيتانز، اللي تلاقيه كتير قوي بيجي الناس كبار السن، يقول لك واحد كبر في السن بتجيله رعشه في ايده، تظهر له في الايد رعشه في صوره حاجه اسمها بيل رولينج، كانه بيسبح كده، او ممكن تظهر في المندب بصوره كده اب اند داون موفمنت للجو، تلاقيهم كبار السن جدا، جدك او حاجه تلاقي عنده الحاجه دي، بيحصل مع الادفانس اوف ايج الدوبامينرجيك نيرونز يحصلها دامج، ممكن يحصل مع تروما. يعني محمد علي كلاي الملاكم كان حصل له دامج في البيزل الجانجليا ونتج عنها نقص في الدوبامين، نفس المشاكل دي، او يحصل كمان بسبب توكسينز او الكحول، فدي من اسباب باركنسونيزم. علاجها ايه؟ ان احنا مشكلتنا ان الاستايلكولين عندي عالي، فادي له حاجه اسمها انتي كولينرجيك دراجز، اقلل الاستايلكولين، او ادي له الدوبامين اللي ناقصه. الدوبامين ده ما ينفعش اديه كدواء للانسان، ليه؟ لان البرين ربنا خلق عليه حاجه اسمها بلاد برين بارير، البلاد برين بارير الدوبامين ما يقدرش يوصل له، فيحصل ايه؟ ندي له دواء بداله اسمه ال دوبا، او اسمه التجاري باركينول. الدواء ده مهم جدا جدا حتى الشباب يعرفوه عشان يهم في الطب الشرعي، الباركينول او ال دوبا ده يقدر يعدي البلاد برين بارير ويتحول جوه البرين الى دوبامين، فيعتبر ده البريكيرسر مشتق منه. الدواء ده مهم في ايه؟ بيعتبر من ده حاجات الترانسميتر الاكسايتاتوري، بيستخدموه الناس اللي ادمان مخدرات يسموه صراصير، لان اللي بياخده كده بيدمنه بيبقى مش داير نفسه، يتخيل ان شايف حاجات سودة زي النمل او الصراصير، فاللي بيقول لك واحد بيتعاطى الصراصير مش بياكل الصراصير نفسها البشبو ده ولا حاجه، لا هو الباركينول اللي هو ال دوبا ده، طبعا جدول المخدرات. علاج الوقت الحديث ليه ان احنا ممكن نعمل ايه؟ بيزل جانجلا امبلانتيشن او ترانسبلانتيشن، يزرعوا له اجزاء من البيزل جانجليا اللي بتصنع الدوبامين. مرض باركنسونيزم متشرع ده فيري كومن من القاده المشهورين اللي كان عنده الله يرحمه ياسر عرفات. That's it.